بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده بقى جلاش. هنعمل صينيه جلاش باللحمه المفرومه، وعندي وهعمل بقى جلاش في الكب كيك، فوائد الكب كيك هعملها بالكبده بالكباد والقوانص. جبت الكبده والقناصه بتاعت الفراخ العاديه وعصقتها زي ما بعصق اللحمه بالظبط، حطيت عليها طماطم وجزرايه مبشوره، حطيت عليها بصل وملح وفلفل وكمون وفلفل اخضر، وشوحتها على النار لما استوت خالص اهيت، ولقيتها استوت معايا جبت اللحمه برضو عصقتها زي ما بنعصقها عاده، بصل وفلفل وطماطم ولحمه مفرومه، وحطيت معلقتين زيت وعصقتها لما استوت على النار، طلعت عنها وجبتها. عندي بقى بطاطس سلقتها وقطعتها مكعبات، شويه بقدونس مفرومين، عندي لبن كوبايه لبن حليب وبيضايه وفلفل وملح، وعندي السمنه او الزبده اللي موجوده عندي. نبتدي بقى نعمل الكب كيك دايت الجلاش بقى ديت بالقطع، وعندي لفه الجلاش. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده هندهن الاول اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هدهن ايه؟ السمنة، أي حاجة هحطها لازم أحط سمنة في الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، دي بقى أرص، بصوا كده معايا، أرص الجلاشة وأدهن الطبقة بتاعتها، أحط كمان واحدة. سام كمان واحد عشان بس تشيل الحشو. عندي بقى الكبده اهيت، انا مش هجيب البطاطس، البطاطس اهيت معلقه واقلبها. عايزه تحطي بطاطس حطي، عايزه ما تحطيش دي يعني خطوه اختياري كده. سيبها جميله بالبطاطس دي، واقلبها بقى مع الكبده. البطاطس سلقها مسلوقه والكبده مستويه، ما بقلبهاش على النار، اقلبها كده اهي في الطبقه دي. دي الحشوه بقى تحشي بيها، وممكن تحشيها برضو في وسط صينيه الرقاق عادي يعني الجلاش. طبعا ده بقى اخد معلقه بقى من الحشوه احط. الحشوة عشان الحشوة متطلعش اهي. هعملها كلها بقى كده بالطريقة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحشوة اهي بقفلها برضو اهي.
سمنة بس كده. كده خلاص خلصت معايا. ناكل نبتدي بقى نعمل صينية رقاق باللحمة المفرومة. الحشوة اللي باقية ديت عادي اعملي بقى سندوتشات. اعمل بقى صينية الرقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. عندي صينية وادهنها ايه سمنة هتدهنيها سمنة خالص اهي. رديت الصينية اي صينية تبتدي بقى تفرد الجلاش. الحشوة دي برضه ممكن تحشي بقى صينية الجلاش دي برضه تنفع برضه. بس انا بقى عاملة عندي لحمة معصبة اهي هحشي بقى الجلاش كده. افرد الجلاش اهوت وادهن بين الطبقات. كل طبقة هحطها هدهن ما بينها وبين كل طبقة هحطها وهقسمهم على نص على نصين اهوت في النص كده عشان احط الحشوة في النص. بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة اهي تسلمها اهي اهي. واحدة مقطوعة عادي مش مشكلة. حطي القطعة اللي مقطوعة في دوت. كل طبقة لازم تدهن بينها وبين التانية عشان دي اللي بتعمل التوريقة. اللهم صل على النبي. نوصل للنص كده نحط بقى الحشوة في النص. احنا مقطوعة عادي نحطها عادي في النص اهي عشان احط بقى اللحمة المفروم المعصجة اهي. لحمة مفرومة معصجة افردها في النص اهي. طبعا عليها ملح وفلفل وكمون عليها كل حاجة. افرد الطبقات التانية برضو. بص بقى انا هلم الاطراف دي كده عشان الحشوة بتاعتي متقعش من الطرف اهو. من الطرف كله على بعضه الزوايد ده اهي في الصينية اهي. شوفوا بقى لميتها كلها اهي. هبقى بلمها كده على بعضها كده وادهنها برضو اهي. بقى
تقي رقة رقة برقة كده وتدهني، ورقة اتقطعت تحطي واحدة مكانها وتدهني هنا برضه. كده خلاص الرقة معايا اهيت، كده بقطعها على السكينة قبل ما احط لها اللبن عشان ما تلزقش معايا في السكينة. اقطعها بقى مربعات مثلثات اللي انت عايزة تقطعيه، قطعي الطريقة اللي تعجبك، قطعي اللي تعجبك اللي تفضلي. مقطعها مربعات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب سواها بقى دول. هجيب بقى اللبن، عندي بقى كوباية لبن هيت، وعندي بيضة هيت صهر على اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي شوية ملح، وعندي شوية فلفل أصفر، بس كده بقلبها. تقلبها بقى لغاية ما تدوب. قطعتها بقى هات، وقلبت بيضة كوباية لبن وشوية فلفل أسمر وشوية ملح، وهبتدي بقى أسقي بقى اللي إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كده واسيب بقى الجلاش بقى، واسيب بقى الصينيه وهزيزها كده عشان تشرب ايه كله. ده كمان شويه خمس دقايق وهتشرب كل ده. هبتدي بقى على اللي انا عملتها بالكبده اهيت والبطاطس المسلوقه، هسقيها ربرة عندي الكبده او رز بتاعت فراخ تحطها في الثلاجه. تعملي بقى الجلاش، تعمليها زي اللحمه المعصجه بالظبط، هصطجيها بالبصل فلفل اخضر زي اللحمه المعصجه، جزرايه مبشوره. بعد ما تعصجيها تحطها بقى في تكون سلقه بطاطسايه مقطعه مكعبات، ولو مش عايزه تحط بطاطسايه عادي اختياري، بس تخليها طعم البطاطس في الكبده جميل. وتحشي بقى الجلاش دي خلاص بقى هحطهم جوه. بس كده خلاص. هجيب بقى الجبنة ديت، أي جبنة عندك، جبنة رومي، جبنة شيدر، جبنة موزاريلا، أي جبنة. حط بقى على الوش كده، تسيح بقى على الوش بقى، تديها بقى طعم جميل.
عندكيش قالب الكب كيك اعملها بالصينية تبقى جميلة برضو. ابتدي بقى ادخلها الفرن، اروح اديها بقى الفرن، فرن بقى متوسط الحرارة. شوفوا بقى طلعت من الفرن اهي، اما بتطلع اول ما تطلع من الفرن تغطيها شويه عشان ما تنشفش قوي مني. شوفوا بقى سامعين الصوت، مقرمشه اهي من بره وطريه من جوه. هنقدمها بقى في طبقه قديم والتانيه اهي اللي بالبطاطس اهي، حطها بقى في طبقه قديم. طلعتها اهي من الفرن، الجلاش اهوت اللي محشي باللحمه المفرومه، واللي ودي جلاش برضه اهوت بالكبده والبطاطس المسلوقه، وعليه الجبنه الموزاريلا على الوش. افضلوا بقى بالهنا والشفا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك، واللي بيشوفني اول مره يشترك في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.